يدا بيد يحاول شباب مدينة الموصل رفع صور الدمار التي ارتبطت طويلا بمدينتهم جراء الحرب التي عاصفت بها وإبدالها بلوحات تدعو للأمل والقبول بالآخر. فريق ثورة فن والذي حمل على عاتقه هذه المهمة يقول أعضاؤه إنهم يركزون في عملهم على رسم معالم الموصل على الجدران الكونكريتية والمتهالكة لتعود الحياة لشوارع المدينة المنكوبة. تقريبا 10 جدارية بالموصل حققنا إنجازات، نقول إن شاء الله إنجازات عدة، يعني تقريبا كشهرين يعني إنجازات مستحيلة كفريق، يعني كإنساني ببنات يطلعون على الجانب الأيمن بين الخراب. طلعنا رسمنا جدارية كانت صارت أطول جدارية بجانب الأيمن. هاليوم سوينا أطول جدارية بالجانب الأيسر تقريبا. 20 رساما من طلبة كلية الفنون والمدارس يؤكدون أن هدفهم غير مادي ولا يعتمد على المصالح الشخصية وإنما حبهم للموصل. فريقنا كل شيء يهتم بدور المرأة بالمجتمع ودور اليتيم، ونعبر عن هذا الشيء عن طريق جدارياتنا اللي نرسمها بالجانب الأيمن والأيسر. اليوم رسمنا جدارية عن الحرية، عن التعايش السلمي، وصارنا تقريبا 4 أيام نشتغل بها. جدارية طولها 250 متر وارتفاعها تقريبا 200. ورغم الدمار الذي يعم أرجاء الموصل وأهمال الحكومة في إعادة الأعمار، إلا أن إصرار شبابها يبدو أكبر من عوائق الواقع الذي يقيد العراق بأعوام من الفساد والعنف.